فمنهج الطريقة الشاذلية بني على التخلية والتحلية، أن تخلي قلبك من كل قبيح وأن تحليه بكل صحيح، وبني على الذكر والفكر، أن تذكر الله كما أراد وأن تتفكر في كتاب الله المسطور وفي كتاب الله المنظور. كتاب الله المنظور الكون بما فيه من سماوات وأرض، وكتاب الله المسطور هو القرآن الكريم. منهج الطريقة الشاذلية ذكر وفكر، تخلية وتحلية، تدبر في كتاب الله المسطور وفي كتاب الله المنظور، والعمل على فتح البابين، باب الحق وباب الخلق. هذا ما يميز الطريقة الشاذلية لأبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.